أحسن الله إليكم. المرسل حسن أحمد من اليمن يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أسأل ما مدى صحة هذا الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، هذا حديث صحيح، وهذا ذكر عظيم، فينبغي المحافظة عليه من أجل الحصول على هذا الثواب العظيم. نعم.